بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على أن لا شبه له، لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر، لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والرب والمربوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة. اللهم فصل عليه صلاة دائمة، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطي حبيبك المصطفى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على هادم الجور بالصواب ومحي السنة بالكتاب، سيد من عبدك من الخلق، إمام من دان لك بالحق، الدليل الظاهر لذوي البينات والبصائر، السبيل الأعظم والصراط الأقوم، الكتاب الناطق بالبيان الصادق، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إخوتي أخواتي، لعله من المواضيع التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليه أو عليها هو موضوع التفكك الأسري الذي نشهده الآن. طبعاً قطعاً حديثنا لا يمكن أن يستوعب هذه المشكلة المتفاقمة، ولكن من حقنا أن نبين مخاطر هذه المسألة اجتماعياً. وأنتم تعلمون أن الأسرة بما هي أسرة، هذه حالة فطرية. أن الإنسان يحب أن يستقر، والعلاقة التي تكون بين الرجل وبين المرأة هذه علاقة الرغبة أحدهم للآخر، أيضا هذه قننتها القوانين، سواء قوانين سماوية أو قوانين غير سماوية. طبعاً القوانين السماوية حددت هذه المسائل بشكل خاص، والشريعة المقدسة الإسلامية أيضاً أعطتها أهمية كبيرة جداً، وجعلت هذا المجتمع الصغير المعبر عنه بالأسرة جعلته مجتمعاً له أهمية، بحيث تدخلت حتى في بداية تكوين هذه الأسرة، ورغبت الإنسان إذا أراد أن يتزوج عليه أن يختار
مجموعة صفات لم تكن مسألة اللذة من هذه الصفات، وإنما في مقام أن نبني. وكذلك للمرأة، لولي المرأة لم يرغب الشارع على أن نعضل المرأة، يعني أن نمنع المرأة إذا جاءها خاطب تتوفر فيه رغبة من الشارع المقدس أن تتكون هذه النواة الطيبة، نواة الأسر. التفتوا، ماذا نريد؟ إلى أين نريد أن نصل؟ ثم في حتى في حالة المقاربة تدخل الشارع وجعل هناك أشبه بالحصانة ابتداء لهذا الوليد الذي سيولد، اهتماما من الشارع المقدس بالناتج الذي سيأتي في هذه الأسرة. ثم عندما يولد أيضا اهتم به اهتماما بالغا، وإذا كبر وأصبح طفلا أيضا الشارع منع، التفتوا، منع الأب أن يستعمل القوة في تربية هذا الطفل. لاحظوا التسلسل في الاختيار، وفي حالة تكوين النطفة، في حالة الولادة في اليوم السابع اهتم الشارع به، وإلى أن بدأ هذا الطفل يلعب وقد تصدر منه تصرفات، منع الأب والأم أن يستعمل القوة وأن يضربوا هذا الطفل. لاحظوا الرعاية في هذه الأسرة. ثم كبر الولد وكل بعد ذهب إلى ما يمكن أن يقوم هذه الأسرة. للأسف أقولها وبمرارة، أقولها وبمرارة، العراق من البلدان التي تحافظ على أسرها وتشجع على الروابط الطيبة، سواء بين الجيران وبين العشيرة وبين الأقرباء. بنيت الشعب العراقي هكذا. الآن للأسف بدأت هناك حالة من التفكك الأسري، والكل مسؤول. أنا لا أريد أن أحمل المسؤولية لجهة، لكن أقول الكل مسؤول. وأنتم تعرفون إذا الأسرة تفككت ماذا ستكون النتيجة. الآن نحن نعاني من هذا التفكك، بحيث هذه المنظومة المهمة المقدسة أصبحت تنفرد، وترى الأب ليس له علاقة بالولد، والأم ليست لها علاقة بالبنت، والأخ ليس له علاقة بأخيه، وأصبحت هذه المنظومة الأسرية تتفكك شيئا فشيئا. طبعا سيقول قائل ما هي الأسباب؟ قطعا الأسباب كثير، ولو دخلنا الآن في عمق هذه الأسباب لطال بنا الحديث ثم طال، لكن أريد أن أنبه إلى البعض من الأسباب. لاحظوا الأب باعتباره هو عمود هذه الأسرة، سأتحدث عن الأب الذي لم يمارس دوره، أما الذي مارس دوره خارج إطار حديثنا. الأب الذي لم يمارس الدور، أب يخرج صباحا ولا يعود إلا ليلا، وعندما تسأل
يقول أبحث عن رزقي، وإذا تأملت ترى أن بعض الرزق الذي عنده يكفيه. فإذا هناك ذريعة يتذرع بها البحث عن الرزق، حتى يحتج على من يحتج عليه بأنني أحافظ على أسرتي، وهو لا يدري أنه بهذه الطريقة ستتزعزع الأسرة. يخرط صباحا ولا يعود إلا لين، بعض الرزق الذي عنده يكفيه، البقية ستدفع فيها ثمنا باهظا. هذا الأب، أعيد، الذي لم يمارس دوره، لم يتعب نفسه أنه يجلس مع أولاده جلسة على الغداء أو على العشاء حتى يجمع العائلة ويحاول أن يستفهم منهم، يحاول أن يفيدهم. أنتم تعلمون بصراحة بعض الناس بدأوا يحنون إلى تلك الأيام الخوالي التي كانت مثلاً مع آبائهم وأجدادهم، عندما كان يجمعهم الأب أو الجد في جلسة قد لا تستغرق نصف ساعة لكن فيها من الشيء الكثير. أصبحت هذه الحالة تفقد في البيت، فبدأ الولد يكبر لا يحترم الجار، لا يحترم الكبير، لا يدري ماذا يريد. هذا الأب يرى ولده أمامه لكن لا يدري ماذا يريد، يحاول أن يتصرف بتصرفات هو لا يقبلها عند الآخرين لكن يقبلها عند ولده، لأنه لم يفكر أن ولده مشروع له إطلاقاً، لم يفكر. والابن لابد أن يكون مشروع الأب بمقدار ما يستطيع أن يوجه هذا الأب. هو لم يجلس معه، لا يعلم بأي صف دراسي حتى. والأم العمود الثاني في البيت، أتكلم عن الأم التي لم تمارس دورها، أتكلم عن هذه الأم. أما الأم التي تمارس دورها فهي إن كانت أخت، أنا قلت في بداية الخطبة الأولى وأنا أعني ما أقول، عندما أقول بناتي، أخواتي، أمهاتي، هذه الصفات أنا أعني ما أقول للأخوات، البنات، الأمهات اللواتي يمارسن دورهن وجزاهن الله تعالى خير الجزاء. أنا أتحدث عن الأم التي لم تمارس دورها، تجدها غير مكترث أصلاً، وإنما تفكر بفضول المعيشة وتتحدث عن ملهيات وتترك البيت جعلت حبلها على غاربها. فمن أين تجتمع الأسرة إذا كان الأب هكذا يفكر، إذا كانت الأم هكذا تفكر؟ الآن جاءت الوسائل الحديثة وسوء الاستخدام. لا أقول أن الوسائل الحديثة مضرة، التفتوا، أقول سوء الاستخدام. جاءت الوسائل الحديثة فككت ما بقي من وقطعت أوصال الأسرة، تجد هذا صديقه الإنترنت وصديقه الموبايل، وأصبح هذا الولد المسكين متوحش، لا يعرف المجتمع، لا يملك أصدقاء جيدين، وإنما أتعب ذهنه حول هذه الأجهزة. لا توجد نصيحة من الأبوين كيف يستخدم هذا الشيء الحسن استخداما جيدا، وتقطعت أوصال الأسرة. وجاء الأب وأيضا دخل في هذه المعمعة، وجاءت الأم، وأصبحت الأسرة عبارة عن فندق مؤقت يبات فيه هؤلاء، وفي الصباح يذهب كل إلى عمله. التداعيات الخطيرة أخواني لهذا البناء الأسري، حالة من الهدم الأسرة
مسؤولية الجميع. أنا أدعو الجميع وأنا نفسي، فلنسارع إلى لملمة الأسر. أيها الأب، أترجاك أعطي من وقتك الشيء لتوجيه هذه الأسر. علم هؤلاء الأبناء ما هي القيم الحقيقية، ما هي الأخلاق، ما هي الشيم. علم الناس الأخلاق. التكنولوجيا، التطور لا يعني عدم الأخلاق. نحن عندما نستعمل هذه الأمور استعمالا سيئا، قطعا ستنتج الأشياء نتاجا سلبيا. أنا مثلا بعض الظواهر لا في مقام النقد، تعلمون أن الزواج سنة الله تعالى، والإنسان يشفع في أن تتزوج هذه من هذا. والله عندما نرى بعض المظاهر المتعارفة بالزفة، حقيقة نتأذى على هذا الولد والبنت في الطريقة التي يهتك ويقطعون الشوارع العامة والساحات، والجيران كلها تتأذى. هل بهذا أوصانا النبي؟ هل بهذا توارثنا ذلك أبا عن أب؟ هل هذه أخلاق البلد؟ لا، ليست أخلاق البلد هذه. أخلاق البلد تتواصى في الجار، أخلاق البلد لا يزعجون الآخرين، أخلاق البلد نحترم الأمور العامة، نحترم الشارع الذي هو سابل للجميع. من يثقف هذا ويثقف هذا؟ لماذا اختفت القيم، الشيم، الرجولة، الكرامة، الغيرة؟ بدأت تختفي إخواني، والكل يعاني من هذا الضرر، الكل، لأن هذه المسألة مسألة اجتماعية، مسألة لا تخص أحدا دون آخر. الجار، الأغلب من الأخوة الأعزاء يحترمون الجار، والجار يطلع على الجار أكثر ما يطلع حتى القريب. هذه أخلاق جميلة. الأعراف التي تولدها بعض العشائر الحسنة أعراف جميلة، فيها احترام الكبير، وفيها العطف على الصغير، وفيها مساعدة المرأة المسنة، وفيها احترام حتى في الصوت. الإنسان إذا كان في محفل عام لا يفرض على الآخرين أن يسمعوا صوته إذا تكلم مع صاحبه. لماذا تغيب هذه الأمور وهي من البديهيات؟ عندما نرجع إلى الأسرة، الأسرة هي المنشأ. أنا تكلمت قبل الخطوة السابقة في قضية الاهتمام بالمعلم. مربي، المعلم مربي، الأسرة مربية. إخواني، التفكك الأسري يعني انهيار المجتمع. إذا تفككت الأسرة لا يمكن للمجتمع أن يصلح. المجتمع إنما يصلح من خلال الأسرة. الأب، الأم، أنتما مسؤولان مسؤولية مباشرة عن تكوين هذه الأسرة وعن تربية هؤلاء الأبناء. نحن في العراق الآن نعاني من مشاكل جمة. هؤلاء الأسر الكريمة التي دفعت بأبنائها إلى أن تحفظ العراق، هذه أسر كان عندها مشروع مع أولادها، وهذه الأسر أسمعت أولادها ما هي القيم الحقيقية، بحيث دفعت أبنائها والأبناء اندفعوا بقوة. من وراء هذا الاندفاع؟ من وراءه؟ التفكك الأسري أم الأسرة المتماسكة؟ الأسرة المتماسكة. الأم تودع ابنها إلى جبهات القتال بالدعاء والدموع، وتتوقع أن هذا سيأتيها محملاً على تابوت. أرضعته لبناً طاهراً، توقعت منه كل شيء، كان مشروعاً لها. والأب كذلك يدفع ابنه
وإن كان هو المعيل، التفتوا، وإن كان الابن هو المعيل للأسرة يدفعه ويقول أنا أتحمل الإنفاق على الأسرة مع تعبي مع كبري في سبيل أنت أن تبقى هناك وترفع رأسي. بربكم أليس هذا جهدا يثمن من قبل هذه الأسر الكريمة؟ أنا أتكلم مع هؤلاء، هم آبائي وأبنائي وهم أخواني، وأيضا أمهات هؤلاء هم أخواتي وأمهاتي وبناتي. هذه الأسر الكريمة التي تماسكت وربت وأنتجت، هذه أسر تعرف حرمات، تعرف الشارع له حرمة، تعرف الجار له حرمة، تعرف الأخ كيف يحنو على أخيه. هذه أسر تربت تربية حسنة. في بداية أعتقد عندما صدرت الفتوى المباركة بعض الأعداد وصلت إلى أكثر من 2,000,000 إلى 3,000,000 اندفاع الناس، قطعا هذا مؤشر حسن، بمعنى بعدد هؤلاء هناك أسر كريمة، أسر واعية، أسر مربية، وهذا مؤشر حسن. لكن عندما نسمع بعض من هنا وهناك نتألم. هذا البلد بلد الشيم، بلد الأخلاق، بلد الكرامة، بلد كل الفضائل، لماذا بعض الأسر تكون خارج السرب؟ لماذا؟ التفكك الأسري مدعاة للقلق أخواني، الكل مسؤول، وهذا الموضوع يمثل صدعة في جدار المجتمع لا يتصدع جدارنا. لابد الأسر أن تكون بأهمية ما تتحمل من مسؤولية، مسؤولية أهمية لها. ننوى أن يحفظ أسرنا الكريمة وأبنائنا فلذات أكبادنا، وأن يحفظ أمهاتنا أخواتنا جميعا في أن يلملموا شتات ما انفرط من بعض الأسر، وترجع هذه الأسر كريمة، ويرجع هذا المجتمع إن شاء الله تعالى كما عهدناه، سائلين الله تعالى ببركة من نحن بجواره أن يتلطف علينا دائما بالرحمة والرضوان، وأن يحفظكم جميعا ويغفر لنا ولكم زلات اللسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.